نروح بقى لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه سموحه. خلاص الجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين اغلقوا ملف مباراه فاركو، وكل تركيزنا دلوقتي على مباراه سموحه المقرر ليها ان شاء الله يوم الاحد المقبل. الفريق خاض مران النهارده بدون راحه، والجهاز الفني قام بتنظيم مباراه وديه مع الفريق الشباب شارك بها مجموعه من البدلاء والغائبين عن مباراه فاركو الاخيره في الدوري. والحقيقة أنا هنا هبدأ كلامي في المباراة بأن أنا أتكلم بشكل جيد عن كولر وفكرة إقامته للمباريات مع فريق الشباب. بيكسب حاجتين، إن هو بيدي للملعبوش في الفريق الأول رتم المباريات، وفي نفس الوقت بيشوف فريق الشباب بيشوفه بحيث إن لو لقى أي عناصر نادي الأهلي عايز يضمها أو يصعدها للفريق الأول يصعدهم، فبالتالي بيضرب عصفورين بحجر. كمان كولر كان حريص على تصحيح الأخطاء، لأنه من وجهة نظر كولر طبعا امبارح اتكلم في هذا الأمر، والنهاردة أيضا اتكلم من خلال محاضرة بالفيديو، قال للعيب الفلاني أنت بتعمل كذا وأنت بتعمل كذا وده الخطأ هنا كذا. هناك تصحيح للأخطاء، هو ده دايما اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم، أن الأخطاء المدير الفني شغلته إن هو يرى الأخطاء في الملعب ويغيرها أو يصلحها من وجهة نظره. فالمدير الفني النهاردة تقريبا ساعة إلا ربع بيشرح لإسلام مثلا كان واقف غلط، فبيقول له خش تقف صح إزاي، ولما تروح ناحية اليمين تعمل إيه، ولما تروح ناحية الشمال الكرة تتعمل إزاي، وهكذا. إيه الأخطاء اللي وقعنا فيها، الهدف اللي دخل فينا ده إيه الأخطاء اللي فيه، الخطأ الأول كذا، الخطأ التاني كذا، الخطأ التالت كذا، ما ينفعش يحصل كده تاني. هو ده، هي دي كرة القدم بالمناسبة. طيب النهاردة أيضا طاهر محمد طاهر واصل التدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه بالجري حول الملعب للتخلص طبعا من الإصابة. طبعا مباراة مهمة، مباراة سموحة مباراة مهمة جدا لمواصلة الانتصارات، وإن شاء الله كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في تصحيح الأخطاء الواضحة واللي بتحصل في المباريات. زي ما قلت لحضراتكم وأنا دايما بحب أتكلم في هذا الأمر، عندنا دايما دايما لما يبقى بتروح للجون، أنا سمعت الكلمة دي من كذا مدير فني من المديرين الفنيين العظام الكبار، يعني مانويل جوزيه لما كنت تيجي تتكلم معاه يقولك مفيش مشكلة لما تضيع، ولكن المشكلة لما نبقاش بنروح للجون، لكن المشكلة عندنا ان احنا بنروح للجون كتير قوي وبنضيع كتير جدا. يعني بنروح للجون مرة واثنين وثلاثة واربعة، امبارح اخرها في مباراة فاركو اول امبارح ولا امبارح في المباراة، كم انفراد النادي الاهلي راح بكم انفراد، مش هقول لحضراتكم فرص نص فرص، لا، النادي الاهلي راح بكم كره من المفترض ان هي تبقى هدف، ثلاث كور او اربع كور على الاقل في الشوط الاول. المشكله عندنا ان احنا بنضيع كتير، لو كنا جبنا اثنين من الاربعه كانت النتيجه 2-0، طريقه لعب فاركو نفسها كانت هتتغير، فكان هيفتحها عايز يكسب، عايز يجيب جون، عايز يتعادل مع النادي الاهلي، او عايز نتيجه مثلا لو 2-0 هيبقى هو عايز يجيب جون والتاني، فهيفتح خطوطه وبالتالي النادي الاهلي هتبقى عنده فرصه افضل ان هو يروح ويلعب على المرمى اكتر. فمشكلتنا ان احنا عايزين نجيب اهداف، ده خطا واضح. لازم مستر كولر النهارده بالمناسبه هو اتكلم في هذا الامر كذا مره، مش النهارده بس. فعموما مباراه صعبه ومباراه مهمه، نتمنى إن شاء الله إن ربنا يكرمنا فيها مباراة سموحة ويظهر لاعبو النادي الأهلي بوجههم الحقيقي، اللي حتى الآن إحنا بنلعب 50-50. يعني مثلا افتكروا كده ماتش المحلة، ماتش المحلة ده إحنا عاملين مباراة رائعة رائعة بكل يعني أنت كأهلاوي وأنت قاعد بتتفرج على مباراة المحلة شايف الماتش حلو، شايف ان النادي الاهلي كل لعيبه النادي الاهلي فايقه، كل اللعيبه من اول الشناوي لغايه راس الحربه، فعايزين المباريات تبقى دايما كده.
ده شغل بقى ان انا كلاعب لازم اركز في اللي قدامي، اركز في المباراه، مش عايز اركز في حاجه تانية خالص. كل اللاعبين ان شاء الله ربنا يكرمهم، وعايز اقول لكل اللاعبين شيء مهم جدا، اوعى تزعل من جمهور النادي الاهلي حتى لو انتقدك في بعض الوقت، اوعى، لانه جمهور النادي الاهلي ده هو اللي بيحطك في سبع سما، فاوعى تزعل منهم، بالعكس بالعكس اقف ووقف ليهم احترام، لان الجمهور ده هو الوحيد اللي بيدفع من جيبه عشان يتفرج عليك وعشان بيحب ناديه. فبالعكس خلي الجمهور يطلع كل اللي جواه، لان الجمهور ده هو اللي بيخليك طاقتك تبقى جواك كبيره جدا، وتقدر تلعب في في ال 90 دقيقه وفي ال 96 دقيقه، في ال 96 دقيقه اللي النادي الاهلي دايما بيبقى كسبان في البلاس 90. ف ودي رساله لكل اللاعبين، اللي مش لاعب واحد، انا بتكلم على كل اللاعبين، لازم تخلوا جمهور النادي الاهلي دايما فوق دماغكم، مش حاجه تانية. وده اللي انا شايفه الحقيقه من كل لعيبه النادي الاهلي، وهتشوفوا حضراتكم انه سيكون هناك تغيير كبير جدا جدا في مستوى واداء اللاعبين ان شاء الله خلال الفتره الجايه، لان هم شايفين دعم الجمهور عامل ازاي، والجمهور واقف في ظهرهم ازاي.